المشاهد التاسع يوم الفتح والعذاب الأدنى. يوم الفتح والعذاب الأدنى أليف وباء أليف. قال السميع العليم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لاحظ ما هي نتيجة الصبر؟ يصبر. وما هي النتيجة؟ يقتل، يذبح، يسبى العيال، تقطع الرؤوس، يحرق بالنار، يسحل، يمثل به، يستهزئ، يستخف به وبأهله وبعياله وبناسه وبأصحابه وبعشيرته وبقومه. إذن يصبر. ما هي النتيجة؟ الفتح. الفتح. يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذه في سورة السجدة. باء. وقال الله العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. متى يا إلهي وسيدي ومولاي؟ متى يا سيدي؟ متى يا إلهي؟ متى يحصل هذا؟ متى يحصل النصر؟ متى يحصل الفتح؟ متى تتحقق البشرى؟ إنها بشرى إلهية، إنها وعد إلهي. مرت أجيال من المظلومين ونحن الآن في عصر المظلومين، في عصر المستضعفين، في عصر المهضومين، في عصر المسحوقين المهجرين من المسلمين، من السنة، من الشيعة، من المسلمين، من غير المسلمين، من المستضعفين في كل العالم. متى الفتح؟ متى البشارة يا الله؟ متى نصبح ظاهرين عليهم؟ ننتظر، نريد الوعد، نريد البشارة. متى تتحقق؟ ماتت أجيال وانسحقت أجيال. لا يتحقق هذا الوعد الصادق إلا باليوم الموعود، إلا بالمهدي الموعود، إلا بدولة الموعود. أقول وهنا خطوات. أولا تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. يقول ابن كثير قال ابن عباس يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، يعني مصائب وأسقام وآفات، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. هذا معنى أول. إذن هو أيضا يذكر معاني عديدة للعذاب الأدنى، ونحن نقول عندما تذكر عدة معاني وعدة محتملات وعدة أقوال لماذا لا تأتي بقول عن الإمام الكاظم أو عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر أو عن الإمام السجاد أو عن غيرهم من أئمة الشيعة عليهم الصلاة والسلام أو من علماء الشيعة أو من مفسري الشيعة؟ إذن هذا القول الأول لابن عباس، الكلام لابن كثير. يقول وقال ابن عباس أيضا يعني به إقامة الحدود عليهم. الثالث للبراء ومجاهد وأبو عبيدة يقول به عذاب القبر. والقول الآخر للنسائي عن عبد الله يقول يقصد بالعذاب الأدنى سنون، سنون أصابتهم. وعبد الله بن الإمام أحمد عن أبي بن كعب يقول يقصد به المصيبات والدخان قد مضيا والبطشة واللزام. ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا يقول، وعند البخاري أيضا عن ابن مسعود نحوه. وأيضا يذكر قال عبد الله بن مسعود أيضا في رواية عنه ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر. وكذا قال مالك عن زيد بن أسلم. وقال السدي وغيره لم يبقى بيت بمكة إلا دخله الحزن على قتيل لهم أو أسير فأصيبوا أو غرموا ومنهم من جمع له أو جمع له الأمران.
إذن لاحظ ذكر مجموعة من العلماء، مجموعة من الفقهاء، مجموعة من المحدثين، ذكر عددا من الصحابة من التابعين، لكن لم نجد أنه ذكر أي قول أي رأي أي محتمل لأئمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هذا أولا، أو هذه الخطوة الأولى أو أولا. ثانيا، مسلم صفة القيامة والجنة والنار، مسلم في صفة القيامة والجنة والنار، يقول عن أبي عن أبي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان. إذن ما هو البأس عندما تذكر احتمالات كثيرة، بعض هذه المحتملات تحققت والبعض الآخر غير متحقق أو ينتظر التحقق، فما هو البأس كمحتمل كمعتقد، خاصة إذا له ما يؤيده ما يدل عليه ما يشير إليه ما قد ذكر له أساس فيضاف إلى هذا؟ أين البأس عندما يضاف كمحتمل آخر المهدي اليوم الموعود الرجعة؟ أين الإشكال؟ حاله حال باقي المحتملات. هذا ثانيا. إذن في مسلم أيضا يذكر العذاب الأدنى ويعطي عدة محتملات، الآن ليس هذا عبارة عن عدة محتملات وإنما يعطي عدة تطبيقات للعذاب الأدنى، ليكون المهدي من العذاب الأدنى، ليكون ظهور المهدي من العذاب الأدنى، ليكون اليوم الموعود من العذاب الأدنى، ليكون الرجعة وما يحصل في الرجعة من العذاب الأدنى. ثالثا، أي الخطوة الثالثة، ثالثا المفضل عن الإمام الصادق عليه السلام قال، قال المفضل يا مولاي ما العذاب الأدنى وما العذاب الأكبر؟ قال عليه السلام العذاب الأدنى عذاب الرجعة، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن هذه الرجعة تكون عذاب على من؟ عندما يقول عذاب الرجعة عذاب أدنى وعذاب أكبر عذاب يوم القيامة، هل يوجد عاقل الآن؟ هل يوجد مغالط؟ هل يوجد سفيه يقول إذن كيف رجع إذا كانت رجع فيها عذاب؟ كيف تقولون نحن نرجع ولا إما يرجعون؟ لاحظ هذا، هذه هي خفة العقل وسفاهة العقل والتفكير، هذه هي المغالطات، هذا هو بغض علي، هذا هو الحقد على النبي وآل بيت النبي، يجعل الإنسان يكون بهذا المستوى من الجهل والغباء والسفاهة والتفاهة. اتفق جيدا. إذن هنا بلحاظ الكافرين، بلحاظ الظالمين، بلحاظ العذاب، فإذن هو بلحاظ الكافرين، بلحاظ مستحقي العذاب، فتكون الرجعة عذابا عليهم، وأيضا يكون ما في الرجعة وما سيحصل عليهم وما سيقع عليهم بعد الرجعة فيه العذاب الشديد عليهم وهو العذاب الأدنى، فتسمى الرجعة على الكافرين بالعذاب الأدنى لما سيقع عليهم عند الرجعة في وقت الرجعة. إذن قال عليه السلام العذاب الأدنى عذاب الرجعة، والعذاب الأكبر عذاب يوم القيامة الذي يبدل فيه، الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. إذن ميز بين العذاب الأدنى والعذاب الأكبر. العذاب الأدنى قال عذاب الرجعة، أي في نفس الأرض مع وجود نفس السماء، أما يقول العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة متى سيكون؟ يكون الذي يبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه صفة، هذه خاصية، هذه ميزة، هذه حالة لما سيقع فيه العذاب الأكبر، تختلف عن الحالة التي يقع فيها العذاب الأدنى. وفي بحار الأنوار في قوله تعالى من العذاب، في قوله تعالى من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، العذاب الأكبر عذاب جهنم، وأما العذاب الأدنى ففي الدنيا، وقيل هو عذاب القبر. وروي عن أبي جعفر، أيضا لا زال في الكلام في البحار، وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أن العذاب الأدنى الدابة والدجال، وأيضا ورد العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف، وأيضا عذاب القبر.